هنا مسبيرو، لكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة مع الزميل عاطف كامل. عاطف كامل النهاردة الحقيقة هيفتح الملف الاقتصادي، هيتكلم عن تغيير الخريطة الاقتصادية في العالم، ما يحدث في العالم من تغير اقتصادي. هتكون دي فقرتنا الثانية النهاردة مع عاطف كامل. أما أنا في أصحابكم في مصر بيحصل فيها إيه النهاردة، ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. والخبر الأول اللي معايا الحقيقة خاص بالسيد الرئيس، وصول السيد الرئيس اليوم إلى أكاديمية الشرطة لحضور اختبارات كشف الهيئة. رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها إيه النهاردة. وللأسف يعني النهاردة كلنا الحقيقة صحينا على خبرين الحقيقة في غاية الحزن. الخبر الأول هو فقدت مصر أحد أبطال مصر البارزين في حرب أكتوبر، وهو اللواء أرقان حرب ناجي شهود، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد. توفى صباح اليوم اللواء أرقان حرب ناجي شهود، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واحد أبرز أبطال حرب أكتوبر. ينهي التلفزيون المصري وأسرة برنامج هنا ماسبيرو أحد أبطال القوات المسلحة المصرية القيمة والقامة. بدأ تاريخه العسكري منذ عام 1967، حيث خاض الحرب برتبة نقيب بالقوات المسلحة المصرية، كما خاض حرب أكتوبر حرب العزة والكرامة، وأنهى خدمته في منصب مساعد مدير المخابرات الحربية، حيث استمر في هذا المنصب أكثر من 13 عام. الحقيقة أيضا اليوم فقدت الجماعة الصحفية ومصر كلها الحقيقة الإعلامي القدير الأستاذ مفيد فوزي. أستاذ مفيد فوزي الحقيقة أحد رواد الصحافة المصرية في العصر الحديث، هو محاور بدرجة مقاتل. كان له فكر خاص، كان له أسلوبه الخاص الحقيقة في كتابة المقالات والحوار. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن المحاور مفيد فوزي، محاور بدرجة مقاتل. وداعا العظيم مفيد فوزي، الخبر الحقيقة اللي معايا خاص بتحديد ضوابط السماح الحقيقة للصيادلة بحقن المرضى. قرار مهم من الصحة يحدد ضوابط السماح للصيدلي بحقن المريض. معي الهاتف الآن الأستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد، الخبير الدوائي والعميد السابق لكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ. نتوقف أمام أهم الضوابط وإيه سبب القرار ده يا فندم. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. اهلا وسهلا. اهلا دكتور نبيل. يعني هو طبعا يعني فضل. يعني الفكره انه حصل خطا يعني مهني زي ما بيقولوا، انه ممكن انا ادي كصيدلي ادي دواء او ادي حقنه لمريضه بعد ما اعمل لها اختبار للحساسيه وادتني سلبي. وده يعني ده المتبع في الدنيا كلها، ان انا لو في حقنه انا شاكك انها بتعمل حساسيه بعمل لها الاختبار، طب لو ادتني سلبي بديها الحقنة. لكن للأسف الشديد في حالات بنسميها إيديوباثيك. إيديوباثيك يعني حالات شاذة، إن ممكن يبقى مريض الحساسية أو الريسبونس أو الاستجابة عنده ليه متأخرة. بمعنى إن ممكن أنا أعمل اختبار الحساسية مثلا في ربع ساعة زي المتبع، هي للأسف ما تبانش الاستجابة عليها في خلال الربع ساعة. الواحد يديها الحقنة بقى بكمية كبيرة، لان الاختبار بيبقى بكميه صغيره خالص، تركيز قليل جدا بتاخد في الجلد تحت الجلد يعني. فالمؤسف ان في حاله حصل ان هي جالها حساسيه يعني ليت يعني زي ما بيقولوا متاخره شويه يعني، فحصل لها مشكله وتقريبا توفت يعني، ربنا يرحمها يعني ويصبر اهلها. فهنا حصل تدخل من الوزاره لوضع ضوابط. انا شخصيا يعني بصراحه اطلعت على قرار السيد الوزير، انا شايفه قرار منضبط يعني. انا راجل صيدلي اهو، وانا شايف بكل امانه ان ده قرار منضبط. ليه؟ لان القرار ماهوش انفعالي يعني، ماهوش قرار رد فعل. لانه لما وزير الصحه يجتمع بنقيب الاطباء وممثل عن نقيب الصيادله وممثلين عن هيئه الدواء المصريه ومسؤولين التدريب في وزاره الصحه ويتفقوا على المنع، انا كنت اقول ده غلط يعني. لو كانوا اتفقوا على ان الصيدلي ممنوع ان هو يدي حقنه في الصيدليه ده كان هيضر المريض. احنا دلوقتي مش مشكلتنا في الصيدلي، احنا مشكلتنا في المريض.
ايوه دكتور نبيل، بس انا دلوقتي حضرتك الضوابط اللي هم حاطينها، اول حاجه انا لو مريضه وعايزه اخد حقنه اتوجه للصيدليه ولا اطلع على المستشفى؟ وهل الصيدلي مؤهل حضرتك ان هو يدي الحقنه؟ يعني دي برضو من الحاجات المهمه جدا يا فندم. الجواب نعم. الجواب طبعا من حيث ان ما هو برضو انا عندي امل باعتبار ان هذا الامر يعني اخذ مساحه كبيره من السوشيال ميديا ومن اهتمام الناس، فعندي امل برضو نحط النقط على الحروف. يعني من حيث ان الصيدلي مؤهل علميا، الجواب نعم. ليه؟ لان الصيدلي برضو بيدرس التشريح وبيدرس تاثير الادويه، يعني الصيدلي دارس حاجه اسمها علم. انا فاهمه يا فندم، بس هي المشكله مش في الصيدلي، لان حضرتك في معظم الصيدليات مش الصيدلي اللي بيدي الحقنه. صحيح. وهي دي الكارثه الحقيقيه. يعني اللي بيدي الحقنه بيكون حد بيعرف يدي حقن، ممكن يبقى عامل، ممكن يبقى هو اللي بيدي الحقنه داخل الصيدليه. هي دي المشكله الكبيره، يعني لو حصل حساسيه هو مش هيقدر يديها. ايه؟ هو دارس ايه اصلا عشان يديها؟ واخد بال حضرتك؟ انا طبعا مع القرار بشكل جدي، لانه انا يهمني، انا كاستاذ في كليه الصيدله يهمني مصلحه المريض المصري، بالظبط زي السيد وزير الصحه ما يهمه، كلنا يعني همنا المريض. طيب وبناء عليه انه الضوابط اللي محطوطه انه الصيدلي بقى بعد كده هياخد دوره تدريبيه. انا شايف ان ده صح، ده مش عيب، لانه احنا لما ندرس نظري كتير في سحب العينات الدم او اعطاء الحقن او الاخذ، احنا دارسين النظري كويس جدا، ولكن الممارسه داخل المستشفى تحت عناية طبية أو تحت رقابة طبية، أنا شايف إن ده مهم خالص. طيب برضو أنا بقول لحضرتك تساؤلات الناس يا دكتور نبيل، أنا علشان أخد بعضي وأخد حقنة في مستشفى، هل ده هيكون متاح؟ زائد إن أنا لما بخش المستشفى أنا بدفع تذكرة للدخول طبعا، لكن أنا جوه الصيدلية بجيب الحقنة وبجيب الدواء بتاعي وباخدها، هنا هتبقى التكلفة أعلى على المواطن كتير جدا. طبعا احنا بنقول كده، يعني انا كنت هبه الحقيقه، هبه ضد القرار لو حصل منع. ليه بقى؟ لان اللي هيتضرر المريض الغلبان مش اللي هيتضرر الصيدلي. يعني انا كنت هكون الحقيقه ضد القرار، انا اطلعت على القرار على جريده رسميه الاهرام. فبالتالي عرفت ايه اللي حصل. هو السيد الوزير ما منعش الصيدلي من انه يعطي حقن، بالعكس. هو طلب تنظيمها. يعني ايه تنظيمها؟ يعني قال انه عندنا في حاجات اسمها دورات التدريب الصيدلي المستمر، فانا هاخدهم دوره تدريبيه كل واحد. ايه المشكله وايه المانع ان احنا نتعلم؟ وده مش عيب، يعني احنا يهمنا مصلحه المريض في النهايه، لكن مصلحه الصيدلي، هو الصيدلي مش هيتضرر في اي شيء ان يمنع ان ياخد يدي حقن. هو ده هيفرق معانا ايه؟ انا شايفه يا فندم ان مش فكره الصيدلي هي المشكله قد ما هي فكره العامل داخل الصيدليه هو اللي بيدي الحقنه. لو في ضوابط ومراقبه الحقيقه على الصيدليه بان يكون هو الصيدلي القائم بهذا الشيء، ايضا هتبقى عندي مشكله ان هل هتفتح المستشفيات بابها في اي وقت لاستقبال اكبر عدد من المواطنين لاعطاء الحقن؟ ده اسئله الحقيقه مطروحه. حضرتك برضو، ما هو احنا برضو لما بنروح يا امنيه هانم، احنا لما يا امنيه هانم احنا بنروح المستشفى برضو، هو انت حضرتك متخيله اللي بيدي المريض الحقنه مين؟ طبيب؟ لا، ما انا عارفه ممرض. ممرض برضو. يعني انا قصدي اقول ايه، احنا محتاجين فقط يعني، وانا مبسوط قوي للقرار اللي اتخذ لسبب، لان هو ايه اللي هي واقفه مع النفس، تعالوا يا جماعه في عندنا خطا، احنا عايزين نراجعه، احنا عايزين نصححه. ايه هو يبقى إن يعني انا عشان وقت يا دكتور نبيل، هو مش فكره بس القرار، هو فكره المراقبه والمتابعه على الصيدليات، ده شيء مهم جدا عشان نشوف مين اللي جوه الصيدليه وممكن يكون هو اللي بيدي الدواء، مين اللي هو بيدي الحقن. وهو ده المهم. الاستاذ الدكتور نبيل محي عبد الحميد الخبير الدوائي والعميد السابق بكليه الصيدله بجامعه كفر الشيخ، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر. فاصل وارجعوا لنا مره ثانيه، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها ايه النهاردة؟ الحجر الزراعي، مصر استطاعت فتح 70 سوق جديد للصادرات خلال 4 سنوات. مع الهاتف الآن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. مساء الخير يا دكتور. دكتور أحمد، مساء النور يا فندم على حضرتك وعلى الساده المستمعين الكرام جميعا. اهلا بيك يا فندم، وعايزين نتوقف الحقيقه امام تفاصيل الخبر. 70 سوق الحقيقه يعني شيء
يحترم وفخر الحقيقه وحاجه تشرف الحقيقه للصادرات. الحمد لله احنا في خلال اخر 5 سنوات وتنفيذا يعني لتوجيهات وتعليمات سياده الرئيس والقياده السياسيه ومعالي الوزير ودوله رئيس الوزراء بالتوسع في حجم الصادرات الزراعيه المصريه بقدر الامكان، فاحنا الحمد لله تمكنا في خلال هذه الفتره الـ5 سنين الاخيره من الفتح اكثر ما يزيد عن 70 سوق جديد امام الصادرات الزراعيه المصريه. وده طبعا يعني عايز اقول ان ده مجهود مجهود كبير جدا، لان السوق الواحد في الحصلات الزراعيه يستغرق فقط من سنه الى 3 سنوات. فلما نتكلم على 70 سوق طبعا نتكلم يعني انجاز كبير على شغل سنوات طويله، ولكن الحمد لله بفضل الله يعني ربنا وفقنا وجدنا نضغط الفتره الى اقصى درجه ممكنه بحيث ان احنا نقدر نفتح هذه الاسواق. اهم الاسواق يا دكتور احمد الحقيقه انا شايفه ان في الفلبين ايضا في ايضا اول امبارح اول امبارح يوم الخميس وقعنا اخر بروتوكول اللي هو كان سوق الفلبين للموالح. احنا طبعا قبل كده فتحنا اليابان للموالح وفتحنا استراليا للموالح وللتمور وفتحنا نيوزيلندا للموالح وجري العنب وفتحنا البرازيل للموالح والثوم وفتحنا الارجنتين وايضا العنب في البرازيل وفتحنا الارجنتين للموالح وكندا للطماطم وشتلات العنب وفتحنا صربيا للبطاطس والموالح واليابان طبعا للموالح والصين ايضا للموالح والعنب وجري حاليا البطاطس. ويعني عايز اقول ان العديد من الاسواق على مستوى العالم اهم صادراتنا يا فندم. اهم الصادرات الموالح طبعا رقم واحد عشان عندنا منه وفره في السوق المحلي ووفره في الانتاجيه، فاحنا اهم صادراتنا هي الموالح رقم واحد وبنتربع على عرش الموالح في العالم كله في التصدير، ومصر هي اكبر دوله مصدره للموالح في العالم منذ 3 سنوات وحتى الان 2019 وحتى الان للعام الثالث على التوالي مصر هي رقم واحد في العالم في تصدير البرتقال، بعد البرتقال بيليه البطاطس. مصر من اكبر دول العالم في تصدير البطاطس، بنصدر ما يقرب من 800,000 طن في السنه بطاطس. بعد البطاطس بيجي البصل، بنصدر ما يقرب من 400,000 طن بصل في السنه. وبعد كده عندنا طبعا الرمان والعنب والفراوله، دول من اهم صادراتنا في المنتجات ان شاء الله. دكتور احمد الحقيقه كل منتجاتنا الزراعيه تغزو العالم باكمله. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وبكده بتكون فقرتنا مصر بيحصل فيها ايه النهارده انتهت. بعد الفاصل